الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم أوائل كلية الشرطة دفعة 2019 بحفل تخرجهم. وزير الداخلية للخريجين الجدد: احرصوا على الإخلاص في تنفيذ عهدكم. خريجو كلية الشرطة يرسمون بأجسادهم لوحة بالروح بالدم نفديك يا مصر. مصطفى مدبولي يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة يوليو المجيدة. مؤشرات نهائية للتنسيق: 98.3% للطب و 98.2% للأسنان و 97.6% للصيدلة. الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 34 درجة. إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه مدينة أبها السعودية. قوة الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة.